واحد متشائم. والله انت كثير مكذب على حالك. انا ما بسمح لك بحكي. من هلا ما بتعرف انا خرجتها؟ لا تجي من جماعة تعرف من تتكلم. لك انا يا فهمان مرشح للبرلمان ثلاث دورات ورا بعضهم اذا كنت ما بتعرف. شو الحكي؟ أقامت مديرية الثقافة والمسرح القومي في حماة وضمن فعاليات مهرجان المغوط المسرحي في دورته الثالثة العرض المسرحي وقت مستقطع للكاتب جوان جان وإعداد وإخراج حسين سخية وواجب الدرزي، وذلك على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي في السلامية. العرض ديودراما يحاكي الفساد والانحطاط الأخلاقي في المجتمع بقالب كوميديا جميل. وقت مستقطع حامل رسالة أخلاقية بحتة، بيحكي الفساد الأخلاقي بهذا المجتمع. مثل ما شفنا في شخصيتين، هو العمل للتنويه هو دوي دراما، في شخصيتين عندهم فساد أخلاقي واضح جدا بسياق العمل الدرامي، بيكونوا مرتكبين خطيئة بالماضي، بيجتمعوا بأحد الحدائق بالصدفة، فبيرجع الزمن وبيستذكروا الوقائع اللي حدثت معهم بتاريخ الشخصيات لمرحلة المكاشفة بالأخير. الأخلاق هي بصميم كل العمل هي، فالمفروض تكون بلدنا هي بلد أخلاق. كانت دائما سوريا هي منبع للأخلاق ومنبع للثقافة والحضارة. الفساد الأخلاقي اللي مر بفترة من الفترات على بعض الأشخاص بسوريا خلى وصلنا لهي المرحلة اللي هي مرحلة أزمة وحروب. فنحن عم نحاول نوصل رسالة إنه أي حدا ممكن قادر يحكي عن الفساد الأخلاقي يكون عم يعمل أي ردة فعل عن الفساد الأخلاقي، ما يكون هو ضمن هذا الفعل وهذا الممارسة، بيكون هو عم يعمل شيء كتير منيح لهذا البلد. نحن حبينا نعري من حتى نشوف الجانب السيء قديش هو سيء، يعني إنه نحن مو بس إنه خلينا نضحك عليه نسخر منه يعني، ونفرج الناس إنه لا تروحوا على هذا المكان، يعني إنه خليك أخلاقي، خليك إنسان. تحكي الفكرة من العمل يعني إنه عن موضوع الشيء السلبي أو الوجه الآخر للإنسان، الوجه الشرير. هدول الشخصيتين بيلتقوا بعد ما بيكونوا عاملين جريمة قتل واغتصاب بحق فتاة، بيرجعوا بيلتقوا بعد عمر بعد زمن هنو مو مستذكرين بعض. بتكشف هذا الكلام بآخر العمل إنه هنن قتلوا واغتصبوا واعتدوا ولم يحرك لهم ساكنا. أمسية مميزة تلك التي لم تخلو من الضحكات والتصفيق والتفاعل الكبير من الجمهور.